اما وين صارت حارة العريشة؟ لفوق اليمين. لو سمحتي يا خالة، أنا عم دور على بيت ناهد خانو. وليه؟ ناهد وينك؟ إيه؟ شو بدك؟ مرحبا ناهد خانو، كيفك؟ أنا زيزي، جوزي وجوزك قاعدين بنفس الأوضة، قصدي قاعدين بنفس القاوش. لسه ما صار جوزي، الأفندي انحبس قبل ما ينكتب كتابنا. طيب، معناتها أكيد أنتو مخطوبين. هو بعت لك مصاري، تفضلي، واضح انه عن جد كتير بيحبك. مو كل وحدة جوزة، قصدي خطيبة، يعني هيك بيفكر فيها وهو محبوس. بليز ما بدي اياكي تفهميني غلط. ما قلك الافندي ليش بعت لي هالمصاري؟ ما بعرف شي، بس شكله مو مقصر معك. الله يفك اسره ويرجع لك بسرعة. يلا أنا لازم أمشي هلأ. وقديش في بهالظرف؟ هدول 50,000 ليرة، هو طلب من جوزي هالمبلغ. إلك تمام، إلك يضرب هو مصرياته، رجعي له ياهن. اصحك اصحك، تحاولي تقربي حرامية. تعي شوي، تعي شوفي حبيبتي واحكمي، اطلعي فيني وما تخجلي. هلا عن جد هاد بده عملية؟ ان شاء الله جاوبيني بصراحة. شو هالحكي؟ ما فيك شي. المقصوف الرقبة دابقني فرد دبقة، وبده يعني اعمل عملية قال شو مشان اصير احلى. مشان هيك بعت لي هدول المصاري. لك العمى، انا سايرته قلت له رح اعمل عملية، بس ما كنت عرفانة انه الافندي قابض القصة جد رح يبعت لي المصاري. ليكي، رح اقول لك رأيي بصراحة وما تزعلي مني، انت ما عندك مشكلة بنوب. وبعدين كمان بدي اقول لك شغله مهمه، معقول تنزعي جسمك وتعملي عمليه كرمال واحد لسه ما صار جوزك يعني؟ طيب بلكي تركني. هو الخسران حبيبتي، انت لساتك صبيه ومثل الورده، وكمان 1,000 واحد بيتمنى يخطبك. بعدين اسمعي مني شو بدي اقول لك، اذا كان بيحبك عن جد كان رضي فيكي مثل ما انت، وديري بالك تعطيه وش، لانه اذا قبلتي تعملي العمليه هلا بكره رح يلاقي لك غير عمليه. بعدين شو بدك بهالسرعه؟ اصحك تردي على هيك واحد. ايه حبيبتي، ما حلوة تورجي حالك لكل واحد بيطلع بوشك، يعني مشان ما تنحسدي. شو صار لك حبيبي؟ مين عامل فيك هيك؟ انت السبب، عارف وشلته كان رح يقتلوني من تحت راسك. لك ليش ما اخذت المصاري للمخلوقة؟ وحياتك اخذتهم بنفس اليوم ورحت لعندها، بس هي ما قبلت تاخذهم مني، لحشت المصاري بوشي وراحت. لك انت على مين عم تضحكي وليه؟ في حدا عاقل بيرفص النعمه برجليه يعني؟ حبيبي رفيقك هذا واحد حقير، قصدي عارف هذا الحقير اللي معك بالقاوش بده يخرب له بيته لهالمسكينه، وبعت له هدول المصاري مشان تعمل فيهم عمليه تجميل وتحط سيليكون. مشان هيك المخلوقه ما قبلت تاخذ مصاري، ما بدها تعمل العمليه. شو بالزور يعني؟ شو طالع بايدي انا اعطيها اياهم بالاجباري؟ مو على كيفها لازم تعمل عمليه التجميل وتريح لي راسي، مو ذنبي انا. ما فيني اعيش هون وانا مرعوب لانه الخانم حضرتها خايفه على حالها وما بدها تعمل العمليه. ايه بس ما فيني اخصب المخلوقه على شيء الا انه هي ما رضيت. لا حياتي، القصه مو على كيفها. هلا بتروحي لعندها وبتترجيها لتوافق، لتحط سيليكون، تحط زفت، تحط شو ما كان، المهم انها توافق ويحل المجنون عني ويتركني بحالي. لازم تعمل هالعمليه وتخلصني. تعرف حاسه انه حياتي انا وهالمسكينه بتشبه بعض كثير. ليش؟ انت كمان بدك تعملي عمليه تجميل؟ لا، بس حياتنا معلقة مع 2 قاعدين بالحبوس. طلع على حالك مثل المجنون، بدك تخليني العب بعقل المسكينة مشان واحد حقير؟ وفوق هالشي عم تبخل علي بالمصاري وعم تعطيني مصروفي بالقطارة، مزبوط؟ لا تعذبي حالك على الفاضي، مستحيل، لا تحلمي اني ساوي لك هالوكالة، انسي هيك. لكان طيب
وأنا كمان ما رح أخذ المصاري للبنت. ماشي؟ لا زيزي، مستحيل تتركيني بهالوضع. لا أمبلا، بتركك. ما بدي ضل مع واحد ما بيوثق فيني وما عم يرضى يصرف علي مثل العالم. ماشي حياتي؟ زيزي الله يوفقك، لا تتركيني هيك حبيبتي، كرمالي ارجع شوي. لك امتى رح اطلع من هون واخلص يا ربي؟ امتى؟ امتى؟ رجعي لهون، انا موافق. بس بدك تروحي لعندها فورا وتعطيها المصاري مشان العمليه، سمعاني؟ يا عمري، كنت عارفاني انك رح توافق بالاخير، مشان هيك جبت معي وراء الوكاله. رح خليهم يسلموك اياهم، وبتوقع عليهم بالاول، وبعدين بروح لعند البنت وبعطيها المصاري وبقنعها بالعمليه، اوكي حياتي؟ شو اللي جابك كمان؟ حبيبتي، من وقت ما حكيتي لي قصتك ولهلا وأنا عم فكر بوضعك، وبصراحة كنت كتير أكل همك، وقلت لحالي لا، المرة النحيفة خلص من زمان راح موديلها. الرجال هلأ بيحبوا المرة تكون مليانة شوي، مشان هيك لازم نمشي على ذوقهم، هيك الموضة. وانتي بتستاهلي كل الخير، خدي جبت لك المصاري، روحي ساوي العملية حبيبتي. مستحيل، ما راح امشي على كيف وبنوب. لا حبيبتي، ليش بدك تروحي الزلمة من ايدك وتخسريه؟ المسكين عم يشقى بالحبوس بس مشان يبعت لك حق العملية، وانتي ما عم ترضي، ليش ميبسي راسك؟ معقول؟ حبيبتي نصيحة، لازم توافقي، وإلا رح يحط عينه على وحدة تانية، مشان هيك قصة. خلص خديهم. بس مبارح ما كنتي عم تحكي هيك، شو صار لك؟ حبيبتي الجمال والموضة كل يوم بيتغيروا، وهلأ رجعت موضة المرة المليانة. يلا مسكي خديهم وروحي لعند خطيبك على الحبس، وفهمي انك انتي اخدتي المصاري مشان يرتاح ويطمن عليكي. ولا تنسي وقت اللي بدك تروحي لعنده البسي شي شغلة هيك ترفع لك صدرك منيح. ايه صدقيني حبيبتي هيك صايرة الموضة. يلا باي. انت شو عم تعمل؟ اهلا، تفضل وخلي الباقي لك. يعطيك العافية. عم اسألك جاوب، قلي شو عم تساوي؟ لو اي اجو اهلا وسهلا. مساء الخير. تفضلوا تفضلوا. كيفك لؤي، شو اخبارك؟ منيح ماشي الحال. اوه زينه خانم، واخيرا صح لنا فرصه لنتعرف عليكي. رح اعرفك زوجتي حياة. مرحبا. كثير تشوقت اتعرف عليكي، على قد ما بيحكي عنك لؤي بيك، بس والله معه حق، بيطلع له. أما جوزي صالح بيضل ساكت دائماً، ما بيحكي عني لا بحضوري ولا بغيابي. بيحكي ليبرر موقفه لأنه على طول غلطان. حبيبتي كأنه ما في ملح على الطاولة، ما هيك؟ ما في داعي للملح لؤي، الأكل معمول على أصوله. زينة خانم نفسها كتير طيب. إيه والله كل شي طيب كتير، يسلم إيديكي. إيه صحتين على قلبكم، المهم يكون عجبكم مع أني عملته بسرعة، يعني ماني طبخة على رواق. لؤي ما خلاني أخذ راحتي، مو هيك لؤي؟ مزبوط مزبوط، قلت لها تستعجل بس بيضل أكلة طيب. ما شاء الله، الله يديم المحبة بيناتكم. مزبوط، نحن كتير منحب بعض لو تعرفوا قديش، بس بصراحة المحبة الزايدة بتضيق الخلق، ما هيك لؤي؟ مو معقول، شو هالحكي يا زينة خانم؟ لؤي بيحبك وماله غيرك.
الواحد بيوقف مع اللي بيشتريه. صالح بيك لؤي كتير شاطر بشغله، بيعمل العملة بس ما بيترك وراء أثر أبدا، مثل الحرامي اللي بيسرق ما بيترك وراء أثر نهائيا. مزبوط. زينة كتير بتحب المزح. يلا يا خانم قومي جيبي الحلو، لأنه هلأ القعدة صار بدها حلو، ولا بقى تعيدي هالمزح بنوب، أحسن ما يفكروا رفقاتنا إنه في شي بيناتنا. إيه معك حق لؤي، مو صفيان بيناتنا شي بنوب، بتعمل شغلة ما حدا بيعملها بمرته وبالآخر بتقلي ما في شي بنوب. أنت بكل وقاحة جبت وحدة على فرشتي وخليتها تحط من عطري كمان ونمت معه وبتقلي ما في شي. يا الله دخيل اسمك صبرني، أعطيني الصبر بقى، ألف مرة صرت حاكي لك، قلت لك كانت حرارتي مرتفعة وأنت فهمتي الموضوع غلط. حاجة بكفي بقى، مرة حرارته مرتفعة ومرة فكرني أنا أشوف أي كلمة تانية بتقولها لو أي أو حتى بتحكيها بدي صرخ ولم عليك العالم، عم تفهم؟ يعني فكرة حالك ما عم تعيطي هلأ؟ لا توخزونا يا جماعة، عن جد لا توخزونا، زينة بهالفترة أعصابها شوي تعبانة. مين اللي أعصابه تعبانة؟ أنا اللي أعصابي تعبانة ولا؟ أنا اللي أعصابي تعبانة. عفواً نحن بدنا نستأذن، بدنا نروح، تصبحوا على خير وشكرا على العشاء. لوين يا جماعة؟ كنا قاعدين وما أحلانا، طولوا بالكم شوي. أنتي السبب، كيف بتبهدليني قدام العالم وليه؟ كنت بدي وقع مع الزلمة أهم عقد بحياتي، الشغل اللي عم بحلم فيه كل هالسنين أنتي خربتيه. لك أحلام شو قلي؟ عن أنه أحلام عم تحكي؟ طيب وشو عن أحلامي أنا؟ أحلامي أنا ما بتهمك؟ إذا اليوم ما وقعت العقد بكرة فيك تروح تشوفه للزلمة وتحل القصة، بس أنا التوقيع اللي وقعته من سنين على العقد تبعنا هلأ عم تحاسب عليه. أنا أحلامي شو صار فيها؟ سكوت، لا تفتح تمك، ما بدي أسمع ولا كلمة. أنا تعبت وما عاد بدي أسمع منك ولا كلمة بنوب، كلامي مفهوم؟ كل اللي بدي إياه منك إنه نتطلق بسرعة. راجل شوفي الأيام بيناتنا ورح أفضحك وبتشوف يا سيد لؤي. إنعان أهلا وسهلا، لا تنسى الدواء، الله مع خاطرك دكتور. لا تواخذوني تأخرت عليكم. لا مو مشكلة، نحن كتير مرتاحين. بتحبوا تتفضلوا لجوا؟ أنا ما بقدر فوت لأنه ريحة الأدوية كتير بتزعجني، بتعرفيني مو هيك؟ مشان هيك أنا قايمة روح. لوين بدك تروحي لحالك؟ متفقنا نطلع سوا على السوبر ماركت؟ مو هيك قلتيلي هلأ؟ ايه طبعاً بدنا نروح سوا، إذا هيك رح استناكي شوي. خلص بس نطلع منشوفك. طيب خدوا راحتكم. لا تحركي من هون. تفضلي. بعدي من وشي بدي احكي مع حسان. لو سمحتي سيد حسان ما بده يشوفك هون، واذا اصريتي رح اتصل بالشرطة. روحي قولي له قصتنا ما رح تنتهي. إذا لو سمحتي يا مدام اي حاله. مين بتكون هالمرة وشو بدها منه؟ هاي مريضة قديمة عند الدكتور حسان، تجادلوا مرتين ثلاثة والدكتور ما عاد بده يقابلها، بس شكلها ما رح تحل عنه ابدا. يا لطيف، شو في ناس وقحين وما بيستحوا وبيلزقوا على ابواب العالم مثل الشحادين. وانتي مطلوب منك تتحمليهم. نيرمين حبيبتي مبين عليكي كتير تعبانة، خير فيكي شي؟ قلبي كتير عم يخفق وحاسة انه في شي غريب، بس ماني عرفانة شو هو. هاتي ايدك لشوف، عم تحسي بوجع؟ يعني مثلا حاسة انه ايدك منملة؟ لا لا الموضوع مو هيك، بس حاسة كل جسمي عم يرجف وحاسة بدوخة.
وراسي كمان عم يفتل، شو صار لي؟ بدي أسألك سؤال، أنت لما بتشوفي حسان بيصير معك هيك على طول؟ أي والله. أي ما تقولي هيك من الأول، لك يا عمري أنت حاببتي مو أكتر. زينة مشان الله مو وقت مسخرتك هلأ، حسان رجع عرض علي الزواج اليوم وأنا خلص قبلت فيه. نرمين مبروك والله يتمم لك على خير. لسا بدي أقول لريهام وحسان بده يجي اليوم لعندي على العشاء مشان يتعرف عليها. لك شو هالسرعة؟ شكله الموضوع خلص صار منتهي وما عاد في شي نقوله أبداً. العرس شكله قريب، عطونا شوية وقت لنعرف شو نلبس، لا تستعجلوا. لا تمسخري بالغلاظة، وينك لازم نخبر البنات بسرعة لأنه المسا وقت بده يجي ما بدي يكون لحالي. لا تخافي ما رح تكوني لحالك، من لم بعضنا ومنيجي. طيب قولي لي لشوف كيف قبلتي بهالسرعة. اه طولي بالك هلا بحكي لك. لك شو صار؟ لك شو؟ لك شو؟ لك شو اخبار غبي؟ شو؟ غبي ما بيعرف بيلعب، انا بلعب احسن منه. اي تقول انت واللي حطك بالفريق، هذا اجدب من جابه. يا زلمة عالم ما بتعرف تلعب. الله لا يوفقك. والله ما عم بفهم شو بعمل. حياتي اتركي ايدي، شو صاير لك زينة؟ تعال معي لجوا بدي احكي معك. شو بدك مني؟ انت شو مفكر حالك عم تساوي؟ ليش مجمع لي كل هالرجال ببيتي؟ اه زينة حبيبتي اهدي شوي، ما حلوة تحكي معي هيك قدام رفقاتي، عيب. شو هالروايح؟ لك تعبيت ريحة البيت، طبخ شباك. لك شو هالحكي يا مدام، ماله ريحة؟ يعني هذا السجق بعرفه ماله ريحة، بالعكس ريحته كتير طيبة. قالوا اي اطفي تحتون. لا اخي خلص خد راحتك. اسمعيني منيح زينة، هدول بيكونوا رفقاتي وبيقدروا يجوا امتى ما بدهم عبيتي وامتى ما بدهم بيروحوا. رجال لا، وكمان اذا حبوا يناموا هون بيناموا. ايه واذا مو عاجبك كمان ليكوا الباب بفوت جمل. اذا ما حسبتك على هالحركات وخليتك تندم عليهم، انا ما بيكون اسمي زينة. برد البيت تعكو. يا اخي مو وقت البيض هلا، افوت لجوا. تعال معلم تعال. يا والله فرطنا. يلا شباب اهلا وسهلا، يلا بدو ايدكم هيك. واخيرا صحة صحة يا شباب. اخي لؤي طلع وراك، طلع طلع. لك شو عم بيصير برا؟ عم يتقوى قدام رفقاته. بسيطة، انا بورجيك من زينة يا لؤي. لعما الله لا يوفقها. ما بصير هيك. شو الله يصبرني على هالمجنونة. يا زينة شو عم تعملي؟ خلص شو جنيتي؟ لسه ما شفت شيء. يلا يا شباب خلينا نساعده، دبوا له اغراضه. لمون شباب لمون، طلعوا شو حلو هالكنزة. هات لشوف. ايه حاجة بقى، خلونا نفوت لجوا. زينة زينة افتحي الباب، والله عيب عليكي. ايه مو احلى ما نحضر مباراة؟ شو يا ربي لك شو عم نعمل هلا؟ والله رح نعمل المباراة. لك لا لك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ لك شو هالحركات هي كلها؟ والله لا ربيك يا زينة. خلاص اتركها اتركها. لك لؤي شو بدنا نعمل بهدول هلا؟ لك اتركنا منهم يا زلمة، هي رح تضبهم غصبا عنا. ايه باين. بس لؤي انا موبايلي ضل جوا، كيف بدنا نجيبه؟ وانا نفس الشيء، رخصة السيارة والمفاتيح ضلوا جوا. وهيك راحت علينا اللعبة. لو زتت لي اغراضي الي كنت رحت على بيتي فورا. مفكرة حالك عكرتينا ما هيك؟ غلطانة كتير، نحن رايحين بدنا نكمل المباراة. يلا شباب امشوا قدامي لشوف. يلا بس انا والله ماني قادر ان شاء الله نلحق المباراه. الله يعينك على المره اللي عندها. لو كانت عندي كنت طلعتها من ثاني يوم. والله يعينه. اهلا وسهلا لؤي، تفضل. اهلا فيك يا هلين. زينه ها تعي 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 بسرعه شوي تعي.
انت شو اللي جابك لهون لؤي؟ اعطيني المفاتيح لانه لازم اخذ العقد من البيت ضروري. لا ما حذرت، ما في مفاتيح ولا غيرهم الك. لك استغفر الله، لا تخليني اعصب عليك. هلا عم اقول لك بدي عقد الشغل الجديد تبعي، بكره الصبح لازم اعطيه لصالح. لا ما بقدر يا لؤي، ما بصير تفوت على بيتي وانا ماني موجوده، بعدين انا هلا ماني فاضيه مشغوله. يلا لؤي عندي شغل يلا. ايه لا معك حق، مبين عليكي مشغوله، بلشتي بالحفلات المسائيه تبعك ما هيك؟ طيب ايه ماشي الحال، مدام انت رح تضلي هون انا كمان رح ضلني هون جنبك. ها عمر. اهلين لؤي. شفتو منيح انك اجيت، كنت رح طقم من مللي. تفضل عود. شفت خلاص شفت شو عمي؟ اهدي شوي زينة. أنا زينة اهدي شوي زينة على المطبخ، يلا فوتي بسرعة. خير قلي انت شو اللي مقعدك بيناتهم لهدول؟ انت مو عارفة شو فيه؟ نرمي رح تتجوز. والله فرحتني. طبعا وصهرنا الجديد بعد شوي رح يجي لهون على البيت. يعني هلا ايه؟ نحن من أهل العروس. ايه؟ الأكل كان كتير طيب، سلم إيديك. ايه عن جد كان كتير طيب. صحتين وهنا على قلبكم، لو سمحتوا خليكم مرتاحين، أنا رح شيل الأكل. معلش بعدين تشتغلي لو سمحتي. طبعا بقعد. أنا بعد إذنكم بدي أقول شغلة مهمة. هلأ أبظن كلياتكم بتعرفوا الموضوع، أنا عرضت الزواج على نيرمين وهي وافقت، وبس وافقت أنا صرت أسعد إنسان بالدنيا كلها. هذا الخاتم ما قبلتي فيه بالمطعم، بس هلأ إذا أنا شفته محطوط بإيدك صدقيني رح كون مرتاح. وأنا رح أعمل جهدي تضلي مبسوطة لآخر يوم بعمري نيرمين، بوعدك أعمل كل شي بيطلع بإيدي مشانك، هذا وعد. وقدام رفقاتك هلأ رح أوفي بوعدي. أنا بصراحة ما بعرف شو بدي أقول، يمكن إجت ريهام لحظة لأفتح الباب. ألف مبروك. مو معقول شو تأثرت زيزي؟ مشان الله لا تبلشي ياسمين ولا تسوي هيك قدامي، لأنه أنا كمان تأثرت وما بدي أضعف قدامه، لأنه رح يستغل الموقف لصالحه. مشان الله أهدي. حضرتك الست نيرمين ولا أنا غلطاني؟ تفضلي يا خانم. أنا قرايبته لحسان، حضرته موجود هون؟ آه تفضلي تفضلي لجوا فوتي. يا ريت اجيتي من قبل، حسام مو قايلي. خليني جهز لك صحن بسرعه، انا ما اجيت لهون مشان اكل. رزان انت شو اللي جابك لهون؟ مو شغلك، كانه حضرتك مصاحب ناس جدد ما هيك؟ نحن هلا خطبنا. وخطبت كمان؟ مستعجل كتير معناته؟ قلتلها أنه أنت قتلت مرتك؟ وفهمت أنه دمها لهلأ ما نشف من إيدك؟ بس مرتي هي اللي تركتني. إيه صح، تركتك فجأة وما حدا عم يلاقيها، لا نحنا ولا أهلها، هيك فجأة انشقت الأرض وبلعتها؟ حسان مين هاي المرة وشو عم بتقول؟ فهمني. ما لو حاكي لك هالشغلات ما هي؟ رزان اسكتي أحسن لك. لا تقرب علي. إذا خلصتي كذب تفضل اطلعي لبرا. أنا أجيت مشان أنصحك، إذا فيكي عقل تركيه، لأنه بكرة بيقتلك هذا المجرم. رجاءً هلأ وفوراً طلعي من بيتي. مثل ما بدك، خليكي غبية وروحي تجوزي، ولما تختفي فجأة ما رح تستغرب أبداً. نيرمين أنا فايتة جبلكن الحلو. نيرمين أنا يا الله. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.